اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مكرونه الفريدو بس هتبقى لايت. تاني وصفه هيبقى الكينوا، هنعمله بالفلفل المشوي وهتكلم عنه. وتالت وصفه هيبقى الوافلز الاصليه، عجينه الوافلز الاصليه جميله مش قادره اوصف لكم. انا عملت وافلز كتير قبل كده بس دي بقى ظابطه وجميله جدا وهتعجبكم قوي، تقدروا تعملوها في البيت وهتبقى احلى من الجاهز. طيب نبتدي نعمل بقى دلوقتي المكرونه الالفريدو. من المكرونات المحبوبه جدا او من المواصفات المحبوبه جدا، هيبقى معايا نص كيلو مكعبات صدور فراخ، معايا بصل، معايا ثوم مفروم، معايا جبنه بارميجان مبشوره ناعم جدا عشان الصوص، معايا دقيق ابيض، معايا هيبقى معلقه واحده زبده، معايا كريمه حامضه المره دي، يعني انا هستخدم كريمه حامضه ولبن. الاصليه بتتعمل بالكريمه اللباني بس عشان اقلل من السعرات استبدلتها بالساور كريم اللي هي الكريمه الحامضه، بنجيبها من السوبر ماركت عادي جدا في قسم او في الثلاجات، موجوده في الثلاجات هتلاقوها ان شاء الله بسهوله مفيش صعوبه فيها. واللبن طبعا يكون خالي الدسم عشان نقلل في السعرات. اللي عايز ما يحطش معلقه الزبده ما يحطش، ممكن مفيش مشكله، مهم جدا بس مع اللبن هيبقى فيه الدقيق الابيض. طيب كل اللي هنعمله دلوقتي نحط معلقه من زيت عافيه عشان عايزه اشوح الفراخ، صدور الفراخ تكون طبعا مغسوله كويس جدا، مهم قوي انها تتغسل كويس جدا. علشان بايه بقى؟ بخل وملح، لان صدور الفراخ لو مش مغسوله كويس تعمل ريحه مش حلوه خالص، بتبوظ اي وصفه بصراحه. اهي التقطيعه دي كويسه للفراخ، سيبها كده نحط عليها ملح وفلفل. نحط الفلفل، ممكن فلفل ابيض زي ما تحبوا، عشان الصوص لو ابيض ممكن تحطوا فلفل ابيض. طيب في الطاسه تانية هعمل ايه بقى؟ هعمل بقى دلوقتي هجهز الصوص بتاعه. هنحط برضو معلقه زيت عافيه، وحط معاها معلقه زبده. الزبده لو اتحطت لوحدها تتحرق، فلازم نحط معاها مع الزبده الزيت. معلقه بما يوازي معلقه واحده. هننزل بقى معاها التومه. في طريقتين، احنا ممكن ننزل هنا معلقه الدقيق، المعلقه الواحده اللي انا هستخدمها مع اللبن، او ممكن نخلط الدقيق واللبن مع بعض بره واحمر التومه والبصله، دي زي ما تحبوا. انصح كمان ان احنا ندي تحميره الاول للبصل وبعدين ننزل التوم، بيبقى ليها نكهه تانية خالص غير لو حمرنا الاول التوم. التوم لما بيتحمر بيبقى ليه نكهه، فلو احنا حطيناه بعد ما بيبقاش متحمر قوي فبيبقى نكهته مختلفه. انا ممكن اوطي حتى النار شويه. نزل بقى معاها التومه، اللي عامل ريجيم ممكن يستغنى بقى عن المكرونه. يعني انا طبعا عارفه ان الالفريدو لازم يتقدم او معروف بالمكرونه الفيتوتشيني، دي مسلوقه الدنتي اللي هي سوى اللي هو متماسك، ما بيبقاش السوى الطري ده، ما بيرفعش سكر الدم، فهو مش بيتخن بالصوره اللي احنا عارفينها لانه مش بيرفع سكر الدم. لكن اللي مش عايز نشويات خالص ممكن يعمل الوصفه دي من غير مكرونه، هتبقى وصفه فراخ حلوه جدا بصوص حلوه جدا، وناكل جنبها سلطه، ليه لا؟ ممكن، مفيش مشكله خالص. طيب خلاص احنا حطينا الزبده دي، خلاص معايا بقى الساور كريم، ومعايا الدقيق، ومعايا الجبنه البارميجان. الجبنه البارميجان ديت هحطها في الاخر مع الصوص لما يخلص معايا.
الفراخ، بس اتاكد انها نعلي النار شويه عشان عايزاها تاخد لون اكتر شويه. طيب زي ما قلت ممكن ننزل الدقيق الاول او ممكن ننزله مع اللبن هنا علشان فيه بصل وثوم فبيدي طعم حلو جدا او قوي، ما بنحتاجش قوي ان احنا نشوح الدقيق، لكن احنا ممكن نعمل الحركه دي اهي، تبقى في النص كده تشويحه بسيطه للدقيق وبعدين ننزل اللبن واحده واحده. هيكثف لي اللبن، هيبقى عامل زي البشاميل او هيبقى بشاميل بديل للصوص الثقيل اللي هو بيبقى بالكريمه اللباني او كريمه الطهي اللي بتبقى اتقل في الدسم، والكريمه الحامضه برضو اقل دسم. هننزل بقى هنا اللبن واحده 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 عشان ما يكلكعش معايا اهو. شوفوا اول ما بيبتدي تلم ننزل تاني زي ما بنعمل بشاميل بالظبط. اول ما تلم معايا الدقيق ننزل تاني. ليه؟ لان احنا بننزل اللبن بيبقى سائع، فهو واحده واحده بيربط كويس جدا مع الدقيق، اكتر من كده بيبقى سائع جدا فخلاص بيخلي الدقيق كله يكلكع معايا. كل الاساليب دي بتساعد على ان احنا نقلل في السعرات، لان الدسم 10 جرام من الدسم يعني 90 سعر، 10 جرام يعني معلقه واحده، فسهل جدا الواحد يعمل سعرات بالدسم، والدسم اسهل حاجه الجسم يحولها لدهون في جسمنا، فعلشان ما نديش الفرصه دي نقلل احنا بقى في الدسم اللي بناخده، وبطريقه ان الاكل برضو يبقى طعمه حلو. اهو ابتدى بقى كله يتجانس مع بعض من غير كلاكيع. في الحالة دي اقدر ازود اهو. هو عمل معايا صوص حلو جدا. خلاص هنحط على ده برضو ملح وفلفل، وعلى ما الفراخ تخلص نروح لفاصل ونكمل مع بعض بقية الوصفة. بيكم معايا من الفاصل، وهفكركم عملنا ايه. احنا عملنا ابتدينا نعمل مكرونه الفريدو اللايت، شوحنا الفراخ اهو، والصوص لسه ما خلصناهوش، يا دوبك عملنا البصله والتومه وحطينا فيها معلقه الدقيق واللبن خالي الدسم، وهبتدي انزل بقيه الحاجات دلوقتي. الفراخ كده خلاص اخدت لون حلو جدا، هنزل عليها بس شويه من الميه. شويه ليه؟ علشان الطعم الحلو اللي نزل في الطاسه ده ما نسيبهوش، ده احنا عايزينه، كل ده احنا عايزينه معانا مش عايزين نسيبه. خلاص طيب انا عايزه ابتدي معاكم دلوقتي الوصفه الثانيه اللي هي الكينوا، وهكمل معاكم الصوص دلوقتي. الكينوا ده حاجه مفيده جدا جدا، هو يعتبر من الحبوب وغنيه جدا بالبروتين وحلوه قوي للناس اللي هي عندها حساسيه من الجلوتين، فالكينوا ده بديل حلو جدا وحلو قوي برضو للناس اللي هي الفيجيتيريان اللي هي نباتية، فهو بروتين نباتي عالي البروتين. هقول لكم كمان مليان بقى مضادات أكسدة أحماض أمينية، مليان فوائد فظيعة جدا هقول لكم عليها دلوقتي. هو كوباية واحدة من الكينوا بيتحط عليه كوبايتين سائل، لكن انا حابه ان انا احط عليه اتنين مرقه، كوبايتين مرقه بيدوا طعم احسن، مرقه خضار حلو قوي. بس كده يبقى كوبايه كينوا هنحطها دلوقتي. الكينوا بيتباع فين بقى؟ بيتباع هو اصلا بيتزرع في جنوب امريكا، وكان معروف جدا الفتره اللي فاتت بس ما كانش موجود في مصر،
فانا كنت عارفاه من زمان، بس مش عارفه اعمله خالص في الحلقات علشان ما كانش بينزل، ما كانش موجود في مصر، مش عايزه اعمل حاجه انتوا مش لاقيينها. فدلوقتي بقى موجود في حتت كتيره جدا نقدر ان احنا نعمل. خلاص احنا حطينا كوبايه واحده من الكينوا عليها كوبايتين من السائل اللي هو زي ما قلنا المرقه. خلاص نقلبها بس. ونسيبها تستوي. اغطي عليها، هي بتاخد تقريبا 15 دقيقة. طيب نكمل احنا هنا الصوص. كينوا ده نقدر نعمل بيه بقى، يعني مش عايزة اقول لكم، سلطة يتعمل بيه، تحط مشروم، يتحط فيه خضار، يتحط فيه، يتعمل بالجبنة، بالبروكلي، كل حاجة ممكن يتعمل بيه، حاجات كثيرة جدا وحلو قوي للرجيم. نحط بقى بقية المكونات. معايا الساور كريم اللي هي الكريمة الحامضة، تدي بقى طعم كريمي حلو جدا. بنزود اللبن على حسب بقى الاحتياج، لو مش عايزين الوصفة تبقى صوص سميك قوي بنحط الجبنة البارميجان. دي الحاجة بقى اللي فيها دسم، الجبنة طبعا فيها دسم، فممكن نحط معلقتين بس مش لازم نص كوباية. يعني هي الوصفة كده كده تكفي كتير، ناس كتير، مش عدد شخص واحد بس. وانزل عليها الفراخ. حبة بقى البهاريز اللي في الطاسة دول ما يتسابوش، فتاني هنزل شوية مية تاني عليهم، معلش لازم يتاخدوا، دول النكهة كلها. شوية كمان اهو، يا ميه يا لبن، المهم يتاخدوا اهو. شايفين دول الطعم والنكهه كلها اهو. نحطه ده بس كده، نقلبه بقى تقليبه حلوه، ونشوف بقى احنا محتاجين نزود شويه لبن ولا لا. اخر حاجه احطها عليه البقدونس. انا شايفه القوام حلو، مش محتاج خلاص اي سوائل زياده. نحط بقى البقدونس، والريحه بقى مش عايزه اقول لكم. بقدونس اخر حاجه عشان لونه ما يروحش، لون البقدونس طبعا فايده بقى، البقدونس فظيعه. يا سلام. اخر حاجه هنحطها دلوقتي مكرونه زي ما قلت مسلوقه سلقه متماسكه عشان ما ترفعش سكر الدم، وفي نفس الوقت فايدة احسن كتير لينا، يعني طعما احسن، ما ترفعش سكر الدم، فكل ده بيفرق. لكن كفايدة غذائية لا، مكرونة دي ابيض فمش فايدة غذائية. لو عرفنا نجيب الاسمر يبقى احسن كتير جدا، اللي هي بتتعمل من الدقيق القمح الكامل الاسمر. ويستوعب معانا مكرونه اكتر شويه، ده تكفي تقريبا نقول اربع اشخاص. اللي عامل ريجيم ياخد طبق كده، بوله كده، وياخد معاها سلطه بقى كتير تعدل. اي حاجه حاسين انها ممكن تبوظ ريجيم يبقى ناخد منها شويه صغيرين، وناخد معاها يا طبق سلطه كبير يا شوربه تعدل معانا اهو. هسيبها بقى على نار هاديه بس حاجه بسيطه جدا، وبعدين هغرفها. طيب نشوف ايه الاخبار هنا. شغاله كويس اهو، وطي بس شويه. وعايزه اقول لكم على الفوائد، واقول لكم الوصفه دي هعملها بايه كمان. زي ما قلت هي حلوه قوي لاصحاب الجلوت اللي هم عندهم حساسيه من الجلوتين، حلوه جدا لان ما فيهاش الماده دي. طيب غني جدا بالبروتين النباتي والامينو اسيدز اللي هي الاحماض الامينيه، دي مهمه جدا للجسم، وهو سهل الهضم، مليء بالالياف والحديد والمنجنيز والمغنيسيوم وفيتامينات ب بي فيتامينز والفوسفور والى حاجات كثيره جدا، مليء بالمضادات الاكسده، وبيتزرع في جنوب امريكا زي ما قلت، فهو عنصر جميل جدا نحاول ندخله، موجود في السوبر ماركت الكبيره فهتلاقوه ان شاء الله موجود.
طيب انا الدريسنج بقى عندي معايا هيبقى حدي تكه كده شويه على صيني. الصيني بيدي طعم حلو قوي للاكل وبحبه قوي، فيه الجنزبيل الطازه، الصويا، زيت السمسم، من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي. انتوا ممكن تنوعوا زي ما تحبوا، مش لازم تعملوا الصوص ده، بس ده من الصوصات الجميله قوي هتعجبكم. ومعايا الثوم المفروم والبصل دوت، هشوح يا دوبك، ومعايا الفلفل الالوان دي هقطعها برضو علشان ندخلها. وخلاص كده، مجرد ما الكينوا هيستوي وانا هقطع دوت، هنشوح كله في طاسه وهيتقدم، هيبقى خلص معانا خلاص. طيب التقطيعه دي انا ممكن اعملها واحنا في الفاصل، هكمل تقطيع الفلفل. الفلفل ده اتشوى ازاي؟ احنا بندخله الفرن، وبعد كده لما بياخد الطبقة الغامقة من برة دي بنطلعه ونقشره ويبقى معانا جاهز كده بالشكل ده، ونقدر ان احنا نقطعه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض الوصفات. اهلا بيكم معايا من الفاصل. هنبتدي بقى نشوح دلوقتي الصوص، او هنعمل الصوص علشان الكينوا. انا معايا البصله، نجيب بس حاجه نقلب بيها، تشويحه كده هي والثوم. ومعاهم كمان الجنزبيل الطازه، بجد مش عايزه اقول لكم بتبقى نكهتها عامله ازاي، جميله جدا جدا اهو. تشويحه حلوه كده، وبعدين هنزل صويا صوص وزيت السمسم بينزل في الاخر، بيدي طعم حلو قوي قوي. قطعت انا الفلفل خلاص، هنزله معاه في الاخر. طيب انا عايزه اقول لكم بقى مقادير دلوقتي، مقادير وافلز الاصليه. معايا للوافلز الاصليه هقول لكم دلوقتي، جميله جدا، اكتبوها واعملوها وان شاء الله تعجبكم قوي. 100 جرام زبده سايله، 150 جرام سكر يعني 3 ارباع كوبايه، 3 بيضات، 100 مللي لبن يعني نص كوبايه، 200 جرام دقيق يعني كوبايه ونص، ومعايا نص باكو بيكنج باودر، رشه ملح، ومعلقه فانيليا غامقه. خلاص الوصفة بسيطة جدا جدا. كل اللي انا هعمله هنقلب المكونات دي مع بعض، هنحط السكر والبيض واللبن ونضربهم، والزبدة السايلة. هنضربهم ببساطة جدا مع بعض اهو، السكر والبيض واللبن، اللي عايز بقى يعملها بالكاكاو ممكن برضو تبقى حلوة جدا، هيزود بس كاكاو وشوية لبن على الوصفة، مفيش أي مشكلة. عايزة أشوف بس أخبار اللي هنا، خلاص مش عايزة يتحرق، نقلل الحرارة وهنزل معاه بقى الفلفل الألوان دي. خلاص كده هننزل بقى عليه الصويا صوص، تجيب الفاتح علشان الغامق بيغمق جدا، وزيت السمسم مش كتير، نص معلقه صغيره كفايه، نص معلقه صغيره.
بتقلب بتخلي الطعم حاجه تانية خالص. لا عايز يحط شويه خل ممكن بتدي طعم حلو برضو قوي، وملح وفلفل. خلي بالنا الكيموا اصلا فيه المرقه، فخلاص شوف اخباره ايه. حلو جدا اهو، خلاص هقدر بقى اضيفه. مشبع جدا لان البروتين فيه عالي زي ما قلت، فمن الوجبات اللي هي مشبعه جدا. خلاص كده الوجبة دي تعتبر خلصت، مجرد ما بنقلب المكونات مع بعض واغرفها على طول. والمكرونة برضو الالفريدو انا غرفتها خلاص، ريحتها رخر جميلة جدا. دي كده خلاص مش ناقص غير على الغرف. هنا بقى هنزود الفانيليا الغامقة، بتفرق جدا. وهنزود الدقيق، وعليه البيكنج باودر نص باكو. هوريكم السيولة بتاعته المفروض تكون عاملة ازاي. كنت زمان بعمله بدقيق اقل شويه، بس لقيت ان هو لا، لما دقيق يبقى اكتر شويه بيبقى مظبوط اكتر. ممكن شويه كمان انتوا تظبطوها بقى. المهم القوام بتاعه كده حلو جدا اهو، ده حلو قوي. ممكن يبقى دقيق ازيد سنه كمان. كل انا هعمله دلوقتي بنجيب جهاز. الجهاز ده بنجيبه منين؟ موجود دلوقتي في السوبر ماركت، مش يعني بيبقى في حدود 150 200 جنيه، بس نجي نحاول من يعني نجيب حاجه كويسه، ماركه كويسه عشان تعيش معانا. بجيب المغرفه وابتدي اروح منزله جواه، مش بنملى قوي عشان ما ينزلش من الاطراف، بينزل الزياده على طول، فما نملهاش قوي. اهو كده كويس، والناحيه الثانيه برضو. نروح بقى الفاصل ونرجع مع بعض نكمل الوافلز. انا عايزه اوريكم بس كده كويس جدا، بروح قافلة عليها وهي لما بتنور اخضر بتكون خلصت معانا الوافلز. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض الوافل. اهلا بيكم معايا من الفاصل. هفكركم عملنا ايه. عملنا مكرونه الالفريدو وخلاص اتغرفت، عملنا الكينوا وبرده غرفته خلاص، ووصفه مفيده وصحيه جدا جدا، تعتبر من الوصفات، او الكينوا يعتبر من الحاجات اللي بيتكلموا عنها عالميا انها من الحاجات الصحيه جدا. عملنا الوافل الاصلي، طلعت اهو اول دفعه وهنشوف مع بعض. انا مش شايفه ادت لون اخضر ولا لا، قربنا اهو. وهنعملها برضو بالكاكاو دلوقتي اهو، شكلها حلو جدا شايفين. وبيتي بيتي يعني، بصوا بجد هتعجبكم قوي ان شاء الله. بس اجيب حاجه اطلع بيها احسن، يعني لما بعملها مع الاطفال عندي في المدرسه بيتجننوا.
وريحتها بقى ما تتوصفش. نعمل الجزء التاني ده بالكاكاو، نحط شوية كاكاو بس، ده زي ما تحبوا يعني. اهو الاحسن كمان ازود شوية لبن مجرد عشان نخفف القوام بتاعه شوية. اهو حلو كده. ونحط بقى اللي بالكاكاو، طبعا انتوا بتغمقوه عن كده يعني، انا بس مش مغمقه قوي. حط شويه اهو تاني للي بعده. شايفين الوصفة قليلة وبتاع يعني، ما حطيناش مكونات كتير وعملت معانا حبة حلوين اهو. خلاص نبتدي نقدم بقى، نزين، نعمل مثلا دول اللي هم بالفانيليا، ممكن على فكرة ننزل عليهم سكر بودرة. بصوا بقى بشكلهم رهيب كده. وطبعا برا بقى في ألمانيا بالذات معروف جدا الوافل دي تتقدم بالكريمة الطازة، وإيه كمان مش بالفراولة على قد ما بيحطوا الكريز، كريز وصوص الكريز، ويبقى سخن بقى، قادرة اوصف، تبقى رهيبة كده. اهو نحط الفراولة بالشكل ده، ومفيش ممكن صوص شوكولاته بسيط قوي على دي، مش كتير عشان ما نغطيش برضو على الشكل. تهيألي طاق بيحكي عن نفسه جدا اهو. ونفتح هنا بقى، ايوه هو ده الكلام. ننزل بقى اللي هما عم زودنا فيهم الكاكاو اكتر شوية. زي ما قلت ممكن تبقى العجينة متماسكة عن كده شوية، مش لازم تبقى سايلة قوي، بس الوصفة دي ان شاء الله تظبط معاكوا جدا جدا. ايدي واخر طبق تزيين بقى، تجهز عليه اللي بالشوكولاته. اي حاجه زياده من الوافلز مضايقانا على الشكل ممكن نشيلها عادي جدا يعني، دي كده مظبوطه. ضيق قوي بس برضو يعني الشكل هشه جدا جدا. ده بقى ممكن يتقدم معاه مثلا اللي يحب موز، موز وصوص كراميل مثلا وايس كريم، بتبقى برضو فظيعه.
ونشوف بقى ايه الاخبار هنا. ايوه خلصت خلاص. واهو خلاص نزل برضو عليهم بسيط جدا من سكر البودرة ومش هحط كريمة بقى على ده، حط صوص شوكولاتة برضو بسيط قوي. خلاص وفراولية كده في النص وخلاص. وبكده انا فراولة لايك في الجنب. بكده نعتبر خلصنا وصفاتنا النهاردة. عملنا ايه؟ عملنا مكرونة الفريدو، عملنا الكينوا بالفلفل المشوي، وعملنا الوافلز الفانيليا والشوكولاتة، الوافلز الاصلية اللي ان شاء الله ان شاء الله هتدعولي عليها. يا رب اشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله بوصفات جديدة وأفكار جديدة. على خير بإذن الله يا رب. باي باي. Thank you.